ما يزال الحديث في الشارع الرياضي السعودي بشأن مستقبل النجم فهد المولد بعد الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد مستمرا، وبينما يظهر اسم الهلال والنصر يبقى الشباب ضمن الوجهات المحتملة. المولد صاحب 26 عاما بات قريبا أكثر من أي وقت مضى من الرحيل عن الاتحاد بعدما دخل في خلاف شديد مع المدرب الروماني غوزمين كونترا. وأشار أكثر من تقرير صحفي إلى أن المولد بعدما تعرض إلى عقوبات قاسية من الاتحاد مثل التدريب الانفرادي وحسم 35% من الراتب الشهري أصبح في حالة نفسية سيئة. وأكدت أنباء صحفية من جدة أن غوزمين ينوي إبلاغ مجلس إدارة الاتحاد بضرورة سرعة التخلص من خدمات المولد في السوق الشتوية القادمة. وأوضح أن خلاف المدرب الروماني مع فهد لا يعود فقط إلى ما بدر منه من تصرفات غير مسؤولة في أثناء لقاء الشباب في دور المحترفين، بل أيضا بسبب سوء المستويات التي بات يقدمها في الآونة الماضية. الأفكار التي تدور بشأن فهد المولد تنقله سريعا إلى الهلال أو النصر، لكن يبدو أن انتقاله إلى الشباب سيكون أفضل خيار ممكن له. وأصعب أزمات فهد المولد في الاتحاد سببها عدم قدرته على تحمل الضغوطات الجماهيرية الملقاة عليها، فكيف سيكون الوضع في الهلال أو النصر؟ ويبقى الشباب نادي لا يحظى بعداء تاريخي مع أندية الكرة السعودية، لذا فإن انضمام المولد إلى صفوفه لن يزعج أبدا الجماهير الاتحادية. ويحتاج الاتحاد إلى الحصول على خدمات ظاهر أيسر، ما يضع خيار الصفقة التبادلية مع الرئيس خالد البلطان، حيث يرفض عبد الله الشامخ تمديد عقده مع الليوت الشبابية. ويبقى السؤال، ما رأيك في انتقال فهد المولد إلى الشباب مع انضمام عبد الله الشامخ إلى الاتحاد في صفقة تبادلية؟ يستعد مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر لتفجير قنبلة مدوية في الوسط الرياضي السعودي خلال الأيام القليلة القادمة. وآل معمر تولى رئاسة نادي النصر في أبريل 2021، ولكنه فشل في قيادة الفريق الأول لكرة القدم للتتويج بأي لقب حتى الآن. وآخر الصدمات التي تعرض لها رئيس النصر هي خروج الفريق الأول لكرة القدم من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بعد الخسارة أمام الهلال بهدف مقابل 2. وبالخسارة من الهلال فقد النصر فرصة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2000. وفي هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المقرب من البيت النصراوي عن تواصل آل معمر مع اتحاد الكرة السعودي لاستضافة قلعة النصر كأس العالم للأندية 2023. وأوضح الصرامي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر أن النصر أعرب عن استعداده لاستضافة كأس العالم للأندية 2023 على ملعبه مرسول بارك. وأشار الإعلامي الرياضي لأن النصر النادي الوحيد في العالم الذي كشف عن رغبته الجادة باستضافته للمونديال. وإذا وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتم ترشيح النصر للمشاركة في مونديال الأندية 2023 كمنظم للبطولة، حتى ولو لم يفز بلقبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأبطال آسيا. وسيمثل هذا القرار صدمة مدوية للغريم الأزلي الهلال الذي قد يتوج باللقب المحلي في ذلك العام، وعلى الرغم من ذلك لا يشارك في كأس العالم. فجر الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي مفاجأة من العيار الثقيل عن مستقبل النجم الدولي الكبير سالم الدوسري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. والدوسري ذو 30 سنة ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يونيو من عام 2022، حيث يحق له التوقيع مع أي ناد آخر بداية من يناير القادم. وعلى الرغم من أنباء تجديد عقده مع الهلال،
شهدت الساعات القليلة الماضية تقارير مفاجئة باقتراب انتقال سالم إلى الغريم الأزلي النصر. وفي هذا السياق أكد رشيدي في تصريحات تلفزيونية أن العقد القادم سيكون الأخير في مسيرة سالم الدوسري مع عالم الساحرة المستديرة. وكشف الإعلامي الرياضي عن أن الدوسري قرر أن تكون وجهته القادمة حسب أفضل عرض مالي يقدم إليه بعيدا عن حب الهلال أو الانتماء. وأشار رشيدي إلى أن كل الاحتمالات واردة في مستقبل نجم الهلال سواء بتجديد عقده أو الانتقال إلى النصر. وأعلن عايد رشيدي أن سالم الدوسري قد يرفض الهلال والنصر وينتقل إلى إحدى الدول الخليجية في الصيف القادم. وشدد رشيدي على أن الدوسري يحظى باهتمام من أندية خليجية كبرى باعتباره أفضل نجم عربي غير محترف في الملاعب الأوروبية. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.